Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, on vidéo جديد او درس جديد دروس تعلم التواصل بالنسبه للمستوى المتوسط. الدرس اليوم ان شاء الله تتم الدروس السابقه. الا كنتي انت ولا انتي اول مره تشوف القناه ديالي تقول لكم حبيبتي القناه ديالي امانه الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. هاد الدروس هادو سو سون دي كور انتراكتيف، يعني دروس تفاعليه. تنعطيك سؤال، تنعطيك شويه ديال الوقت، تنخليك باش تجاوب. فاش تجاوب انا تندير التصحيح وانت تشوف جبتي داكشي صحيح، عاوتاني تندوز لا دوزيام كيسيون نفس الشيء، وفي الاخر تكتب لي شحال جبتي من جواب صحيح. تنعطيك 6 ديال الجمل، تكتب لي شحال جبتي على 6، هكا باش تنشوف واش فهمتي ولا لا. والحاجه اللي جاتكم صعيبه تخليوها لي في كومونتير، تقولوا لي باغ اكزومبل هذا الدرس هذا جانا صعيب ولا القاعده جاتنا صعيبه، باش نخصص فيديو ليها خاص بوحده. اتفقنا؟ وكل درس نحاول نخصصوا القاعده ولا جوج ديال القواعد باش هكا تفهموا، تعلموا لا كومونيكاسيون، اون ميم طون تعلموا الغرامير، حيت ضروري باش تعلم لا لونغ سي ميو انك تعلم لا كونجيزون غرامير. هاد الحوايج هادو حيت مهمين بزاف. بلا ما نطول عليكم في لانتروداكسيون، غادي نحاولوا نبداو. كيف قلت لكم غادي نعطيكم جمل، غادي نعطيكم وقت 30 ثانيه، غادي تحاولوا تكتبوا. ابخي انا تندير التصحيح، انت تشوف راسك واش جبتي التصحيح. خصو يكون كيف قلت لك انا ولا كيف صححت انا. غادي نبداو باول جمله مثلا، ركزوا معايا. متى ستكون متاحا؟ متاحا زعما ما عندك والو، فوقاش غادي تكون ما عندك والو. متى ستكون متاحا؟ يعني متاح، ما عندك حتى شي حاجه. بحال الا بغيتي واحد نتصل بيه، بغيت نقول له متى فوقاش غادي تكون متاح باش زعما نتصل بيك ولا باش نتلاقاك باش حاجه. الوغ عندكم واحد 30 ثانيه، حاولوا تجاوبوا على السؤال. هاد متاح نقدروا نكتبوا جوج ديال لي زيكسبريسيون، نقدروا نستعملوا حتى التصحيح ونقول لكم شنو غادي نقدروا نستعملوا. نقدروا نستعملوا جوج ديال لي زيكسبريسيون. غير ركزوا فاش تبغيو نكتبوا شي جمله ولا شي حاجه ولا تبغي تقولها انت ولا تفكر فيها وتبغي ترجمها، احسن حاجه اول حاجه خصك دير هي تعرف اين زمن هذيك الجمله. واش في الحاضر، واش في المستقبل، واش في الماضي. يعني خصك تعرف دابا الجمله خصك تعرفها في اين زمن. تقنا حتى عرفتي في اين زمن غادي تقدر تجاوب عليها بكل بساطه. نبداو التصحيح، ركزوا معايا. متى ستكون متاحا؟ الوغ هذه متى باللغه الفرنسيه نقول لها كون. كون ستكون، هنا عندي لو فارب اتر، كان يكون. داكشي لو فارب اتر ستكون يعني في المستقبل. ستكون يعني عليك انت. tu sera متاح، عندنا جوج ديال لي زيكسبريسيون نقدروا نستعملهم، disponible او بيان نقدروا نقولوا libre. لي استعملنا صحيح. كون tu seras disponible او بيان tu seras disponible quand tu seras libre quand. صافنا نقدروا نديروا اللي بغينا فيه. الا درتي من غير هذا الشيء هذا راه خطا، الا درتي بحال هكا راه مزيان. كون tu seras disponible ولا tu seras disponible quand، ولا نقدروا نقولوا seras tu، نديروا لانفيرسيون سوجي حتى هو صحيح. صافنا مثلا غادي نقول ساكون متاحا غدا صباحا. غادي نكون مثالي غدا في الصباح، غادي نكون مثالي غدا في الصباح. عندكم 30 ثانيه حاولوا تركزوا. ديما قلت لكم فهموا، الا سولني شي واحد في الفيتور راه خصني نجاوبو بالفيتور، سولني في البريزون خصني نجاوبو بالبريزون، سولني في الباسي خصني نجاوبو في الباسي. يعني فاش ما سولني تنجاوبو، ماشي هو سولني في الفيتور انا غادي نجاوبو في الباسي. خصك شويه تخدم راسك. الوغ هذا فيتور، التجاوب ديالو غادي يكون في الفيتور. عندكم 30 ثانيه. كون تي سورا ديسبونيبل، تي سورا ديسبونيبل كون، سورا تي ديسبونيبل كون. صافنا ولا نديرو ليبر بلاص ديسبونيبل حتى هي صحيح. الوغ نديرو التصحيح. ساكون متاحا، دابا تنهضر على راسي انا. جو سوغي، جو سوغي. ساكون متاحا باش ما درت، درت ديسبونيبل، سولني بديسبونيبل غادي نقول ديسبونيبل، سولني بليبر غادي نقول بليبر. جو سوغي ديسبونيبل دومان غدا ماطان. نقدروا نقولوا جو سوري ديسپونيبل دوما ماتان، غادي نكون مثالي غدا في الصباح. او بيان جو سوري ليبر دوما ماتان، غادي نكون مثالي غدا في الصباح. اتفقنا؟ نتمنى ان هادشي يكون جاكم ساهل ماشي صعيب. الى لاحظتوا دخلتكم كون دابا، على عاود عاوتاني نقول لكم كون. مثلا متى تريد المجيء؟ متى تريد المجيء؟ فوقاش بغيتي تجي؟ وقتاش بغيتي تجي؟ متى تريد المجيء؟ وقتاش بغيتي تجي؟ الوغ عندك عاوتاني 30 ثانية. وقتاش بغيتي تجي؟ الوغ هنايا عندي لو فعل، الفعل ديال يريد الإرادة. المجيء تا هو راه فعل، يعني هنا إلا تصرف هذا غادي يجي في الانفينيتيف هذا. ومتى راه ديجا درناها هي كون، يعني الأسئلة اللي
اذا نطرحوا اليوم غادي نستعملوا هذا البروم الوغ غادي نديروا التصحيح متى كون كون تريد بن فعل الاراده جو فو تي فو كون تي فو venir alors نقدروا نسولوا هكا نقدروا نسولوا بطريقه اخرى نقول له كون Quand voulez-vous venir? Quand voulez-vous venir? Nous pouvons dire quand veux-tu venir? Ça veut dire ou là quand vous voulez venir? C'est mieux le mot quand voulez-vous venir? Ou là quand veux-tu venir? On dirait l'inversion du sujet. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Mzir. Allez, deux semaines d'attourer le magie. Urido le magie. هذا المساء اريد المجيء هذا المساء اريد المجيء هذا المساء اريد المجيء هذا المساء بغيت نجي هذه العشيه اريد المجيء هذا المساء عندكم 30 ثانيه حاولوا غير تركزوا شويه عليكم اريد المجيء هذا المساء اريد المجيء هذا المساء بغيت نجي هاد العشية نديرو التصحيح أريد عاوتاني لو فيرب فولوار تسولني في البريزون غادي نجاوب في البريزون جو فو فونيغ سو سوار هذا هو هذا هذا حيت أدجيكتيف ديمونستراتيف صفة ديال الإشارة سوار هو المساء جو فو فونيغ سو سوار جو فو فونيغ سو سوار اتفقنا ندوزو لا تخوازيام كيستيون ولا فوالا لا تخوازيام كيستيون حتى عندي تخوا كيستيون اي تخوا ريبونس Alors, متى تستطيع الذهاب إلى نديروش العمل ديجا درت بشي جمل متى تستطيع الذهاب إلى المسبح متى تستطيع الذهاب إلى المسبح وقاش تقدر تمشي للمسبح وقتاش تقدر تمشي للمسبح متى تستطيع الذهاب الى المسبح متى تستطيع الذهاب الى المسبح امتى تستطيع الذهاب الى المسبح تقرا عندكم 30 ثانيه حاولوا تخرجوا هذه الفراغ اللي ساهله هادو كلهم ساهلين يعني اي واحد فيكم يقدر الا كان مراجعه غير شويه الدروس اللي تنقدموها هادو اللي خدمت لنا هنايا كاين هنا لو فارب ما نقصنيش نقول دابا ما صحناش هنا لو فارب فولوار هنا لو فارب اد هنا واحد لو فارب اخر تاهو تيتسمى باغمي لي فارب ديال السوميز اوكسيليار الناس المساعده الوغ متى هي كون كون تستطيع كون بو تو ولا كون تو بو كون تو بو ولا كون بو تو هنا تستطيع الذهاب الذهاب الي ا لا piscine. Tafqna? Quand tu peux aller ou là quand peux-tu aller à la piscine? Waqtash tqdar tmchi la piscine? Waqtash tqdar tmchi la piscine? Hna tsouni fi le présent. Ta jawab dialy ghadi njawbou fi le présent. Kha ghadi nbghi nqollo ghadi nmchi raha nqdar nmchi ghadi tqoula lo daba. Walakin raha jawab ghadi ykon ala almustaqbal. Nta ghadi tqoulouch daba ghadi tjawbou alayh. Mi hna tsoulek ala realite ala wahed haja li hiya كيفاش نقولوا حقيقيه يعني الجواب ديالها تقدر تخدم بالبريزون اتفقنا الوغ متى تستطيع الذهاب الى المسبح مثلا غادي نقول لا اعرف في الحقيقه ما عرفتش في الحقيقه اتفقنا لا اعرف في الحقيقه انا الصراحه ما عرفتش الصراحه هي الحقيقه هنا بحال الصراحه صراحه ما عرفتش لا اعرف في الحقيقه Alors, on va faire 30 secondes et on va faire un peu. Quand peux-tu aller à la piscine? Je ne sais pas, je vais vous dire que quand est-ce que tu peux aller avec nous à la piscine? Ou est-ce que tu peux aller avec nous? Quand est-ce que tu peux aller à la piscine? Je ne sais pas. Alors, on va dire que c'est vrai. Quand est-ce que tu peux aller avec nous? Vraiment. Je ne sais pas si tu peux aller avec nous. Vraiment, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ne le verbe savoir.
المعرفة توقعنا vraiment je ne sais pas. Alors, ce sont des questions et des réponses. D'une certaine façon ou d'une méthode qui est simple, il faut que tu te concentres un peu. Hakka normalement, tu dois changer tes idées من الفكرة باللغة العربية الفكرة باللغة الفرنسية بواحد طريقة اللي هي بسيطة جدا وفعالة غادي تخولك انك تحدث باللغة الفرنسية فريمون في الاول راك غادي تتحدث غير بشوية اللي غادي تفكر وغادي تترجم مي غادي توصل الفكرة ديالك وغادي توصل الميساج او سي او نيفو ديال ليكريتور تقدر تحول الافكار ديالك باش تكتب دي باراغراف دي تيكست دي اكسبريسيون اكريت اكسيتيرا. نتمنى ان الدرس ديالي يكون العجب ديالكم. خليولي في لي كومونتير شحال جبتو من سؤال صحيح. نتمنى انكم تكونوا شحال من جمله زعما صحيحه. نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا على كاع الجمل حيت الصراحه ساهلين ماشي صعاب. الناس اللي ديجا متبعين الدرس ديالي غادي يشوفوا ان شاء الله صحاح 100%. ما تنساش تفعل الجرس تبارطاجي لا فيديو مع لا فامي ديالك لي زامي ديالك وفي لونطوراج ديالكم. كان معكم زينتي الامل. نلقاكم في فيديو جديد وفي دروس جديده. نقول لكم السلام عليكم.